السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة، قناتكم سان ستايل فاشن مهندس أحمد شمس الدين. أحييكم إخواتي وأخواتي أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس الإعجاب بالفيديو شرط أساسي بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا، على أساس نقدر نوصله لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك إن شاء الله تستفيدوا. ما ننساش الاشتراك في القناة البديلة، ما ننساش الصفحات، وزي ما قلت لكم إن الصفحات على الفيس نفس الفيديوهات اللي بتنزل هنا بتنزل هنا دلوقتي، بس بتنزل متأخرة بعديه بكام يوم كده، على أساس إيه؟ إن المشاهدة من على الفيس ما بتاخدش، يعني ما بتستهلكش نفس الكم اللي من هو من على اليوتيوب. فرأفة للباقة، رأفة إن ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالتراحم بيننا وبين بعض، فبنشوف الوسائل المناسبة إن إحنا نقدر نوفر بيها حاجة لحضراتكم فبنعملها. الصفحة سان ستايل فاشن، تمام؟ نفس الاسم بتاع القناة بالظبط، نفس سان ستايل فاشن، إبداعات وأسرار الخياطة. تعالوا بقى نشوف الجيوب اللي احنا قصينا البنطلون نفسه وفي جيب جنب، فعايزين نشوف احنا هنعمل ايه. تعالى اول حاجة، ادي الجيوب، فاكرين احنا قصينا اربع ورقات اهم، كل ورقتين بيمثلوا جيب، فانا هاخد اتنين اهو، الاتنين لازم يكونوا في وش بعض كده عشان ايه ابدأ اركب المراية. ايه هي المراية؟ تمام، هنرجع للفيديو عشان نفهم يعني ايه المرايه، وعامه هي الجزئيه اللي بيفتح عليها الجيب نفسه. ادي المرايه اهي، من جزء عريض، دي كنز بنفس الشكل كده، بيبقى اتنين، كل واحده فيها شمال وفيها يمين، معمولين اوفر اهو. وهبدا اثبت المرايه دي كده اهي، نشوف كده، نقول بسم الله. يعني دي جيب وده جيب، ده جيب وده ايه جيب. بصوا حضراتكم اهو كده، انا ثبتت ايه مراية جيب، وادي الجيب التاني. تمام، ادي كده يعتبر ده ايه الجزئية اللي هيفتح عليها. ماشي، هو انا دايما بحب اعمل حاجة عينة ونبدأ نربط التاني بيه عشان تبقى انت متخيل الشيء وانا شغال فيه، متخيل ايه الشيء وانا شغال فيه، لان تخيل الشيء فرع عن ايه؟ عن تصوره. تمام، دي القاعدة اللي احنا ماشيين بيها، ان تخيل الشيء فرع عن تصوره، فلازم ان انت تشوف الحاجة قدام عينك على اساس ايه نشرح عليها. يبقى اللي احنا هنعمله ايه دلوقتي؟ هنعمل الجيوب كده، ديت كده الورقتين دول بنركنهم على جنب، دول كده جيبين، وابدا اجيب بقى ايه الورقتين التانيين اللي هم الفاضيين دول، واخلي بالي ان هم فيهم ده ستان بيبقى ليه وش وضهر، ونفس الحكايه هنا اهو بالظبط. تمام، هاجي بقى اجيب اول حاجه السدرين بتوع او الامامي بتاع البنطلون اهو، فما ننساش ان احنا كان في ايه بنسه معموله كسر، ادي اهي ده كده الوش اهو، الكسره كنا معلمين الحدود بتاعتها اهي. تمام، وقلت لك ايه، اما ان انت تاخد ان دي النص او تاخد ان دي النص حسب، بس شرط اساسي ايه؟ ان هي تكون هي نص كسره البنطلون نفسه، يعني كسره المكوى لما نيجي نكسرها تبقى واخده ايه كسره منه. فادي اول كسره اهي، ادي كده اهي، هاخد دي النص بتاعي واروح ايه تاني عليه كده بالظبط، ده كده عرض الكسره دي كده، بيبقى وشها ناحيه ايه؟ وشها ناحيه الجيب، وش الكسره ناحيه الجيب. ادي اول كسره، وادي تاني كسره. كده ديت ايه جنب من البنطلون. تعالى نشوف الجنب التاني. طبعا ايه؟ بص ده كده ايه؟ ناحيه البليته، يبقى التاني لازم ده يسلم ده. طالما انتهيت بناحيه البليته هنا، يبقى ابتدي هنا من ناحيه ايه البليته عشان يبقى في ايه
شمال ويمين معايا اهو، تمام؟ شمال ويمين. تعال نشوف اول حاجه في في فين الكسرات اللي هنا اهوت اهي، تبقى دي اول واحده اهي، دي اول واحده هتجي لك فين؟ هتجيني عند الجي. دي اول واحده فين اهي، ما انا معايا الجيوب اهي، ده معايا الجيب اهو، ماشي؟ يبقى انا معايا اول واحده اهي، ما تنساش كنت انا هنا ابتديت بالايه؟ بالكسره الجوانيه وخرجت على الكسره الايه؟ البرانيه، صح ولا لا؟ ابتديت بالكسره الجوانيه اهي وكنت ماشي ايه بالبرانيه. طب هنا اللي انت ابتديت اللي انتهيت بيه هنا تبتدي بيه هنا، ماشي؟ انت انتهيت عند الكسره الاولانيه هنا، يبقى ابتدي بالكسره الاولانيه هنا، تمام؟ خلي بالك قلت لك ايه؟ الكلام اللي احنا وضحناه، اخلي بالي من الفورتات اللي انا مديها. الفورت دوت هو اصلا بدايه الايه؟ نص الكسره الاولانيه اهو، هو نص الكسره الاولانيه عشان ما تبقاش كسره متقدمه عن الثانيه اهي، ماشي؟ يعني ايه الكلام اللي انا بقوله؟ يعني بص المساحه دي لازم تكون نفس المساحه دي اهي. يعني دي عامله معاك كام سنتي اهي؟ عامله معايا 12 سنتي، ودي تعمل معاك كام؟ تعمل معايا نفس الحكايه 12 سنتي، ماشي؟ لو انا عكست يعني ايه؟ بدل ما اخد الافراط صح زي كده هتبص تلاقي ايه؟ واحده مثلا بقت 12 واحده بقت 10، تمام؟ وادي برضو ايه؟ دي الفورت الثاني. يبقى انا كده عملت ايه؟ البنس او القصر الاماميه بتاعت ايه؟ بتاعت جيب البنطلون، بتاع صدر البنطلون بمعنى اصح، تمام؟ هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل ابدا اشتغل في جيب اهو. اول حاجه اروح جايب الورقه نفسها دي، طبعا الورقه دي خاليه من ايه؟ من المرايه اهو. شوف احنا عملت دول ورحت راكنهم على جنب، تعالى نروح حاطط ده كده هنا كده بالظبط ومظبطينه، وابدا اروح جاي تاني الجزء ده. يعني بص بقى، يعني نركز بقى كده مع بعض، نركز ايه مع بعض كده اهو. وهعمل ايه؟ هدي عرض للجيب كده، ما انساش كده ان انا ايه؟ ماشي في الورقه والجيب مع بعضها. انا يعني بص اللي انا هعمله تاني عشان تبقى ايه؟ يعني الجيب هيتكرر معاك عشان نجي تبقى ايه؟ اي حاجه مش واضحه ومعاك اي، شايف الشكل اهو؟ دي كده ايه؟ الايد هتخش بقى من هنا، يعني ادي الكسر اهي، الايد تخش ايه؟ من هنا كده. ادي واحده، تمام؟ نعمل التاني معاه عشان يبقى لازم ده يقابل ده، ده يقابل ده. حاطط ايه؟ ادي ورقه الجيب اللي هي الفاضيه اللي ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش. بص انتهيت هنا في منين؟ بتحت، تبتدي هنا من تحت اهو، ما هو ده تحت الجيب اهو. بعمل لك الحاجه مرتين اهي عشان تركز معاك، وخلي بالك انا قلت لك لازم الحاجه دي تعملها الاول قبل ما تحط ايدك في قطعه قماش مره واثنين وثلاثه وعشره كمان لغايه ما ايدك تظبط فيها. ادي ايه؟ الجيب الثاني اهو، تمام؟ او كده هاجي لو انا دخلت ايدي كده واجي اخرجها هتبص الاقي ايه؟ الجزء دوت طالع معايا. يبقى نعمل ايه؟ يبقى نثبته اهو. بص حضرتك ده كله انا لسه راكن دول اهم، ما جيتش جنبيهم التانيين كده. انا بثبت الايه؟ بثبت اطار الجيب نفسه في الورق اهي كده، تمام؟ لان انا زي ما بقول لك لو انا دخلت ايدي كده وجيت اخرجه ممكن ايه؟ دي هتخرج معايا كده. فانا ثبتها ازاي؟ رحت جاي فاتح كده بقى، ادي الورقه جت كده اهي، وروح مثبت عليها ايه؟ اطار الجيب كده، ماشي يا جماعه؟ تمام او كده. كده المرحله الاولى من الجيب خلصت. طب هنعمل ايه؟ هقول لك اروح جايب بقى الورقه دي كده واجي اروح حاطط دي كده ونروح عاملينها كده. ده بقى ايه؟ ده كده الجيب بقى بالظبط اللي انا هدخل ايدي. بس ايه ده؟ ده المرايه فين؟ المرايه تحت. لا يبقى ديت
مش بتاعت الجيب ده، دي اللي بتاعت الجيب دوت، ماشي؟ دي اللي بتاعت ايه؟ الجيب ده اهو، بص كده اهو معايا اهو. يبقى اذا لما قلت لك فيها شمال ويمين يبقى صح كده، تمام؟ الجيب اهو بص متظبط معايا اهو من هنا، تمام اهو كده. طب المسافه دي قد ايه؟ المسافه دي بتبقى 6 سم، فاكر احنا في القص قلت لك هتبقى كده. باجي بقى اروح بص بقى اول حاجه اروح جاي مثبت دول كده، شايف الكسر منيمها ازاي؟ ما اروحش عامل كده وعامل اي حاجه، شايف الاتجاه هنا عامل ازاي؟ فالكسره راحت فاتحه، لا الكسره لازم تنزل مقفوله كده. شايف اريحها ازاي؟ واموتها معايا، يعني ايه اموتها؟ انهيها معايا وما تبقاش راحة الناحية دي، لا هي نازلة مستقيمة كده بالظبط. هنا كام سنتي؟ ها عشان ما يبقاش جيب اوسع من جيب اهي 5 سنتي، تمام. عشان الثانية هنعملها كده. واجي اروح نازل 3 سنتي بالظبط اهي كده، واروح طالع تاني اهي. قلت لك الجيب ده حريمي رجالي هو هو. كده انا قفلت الجيب من فوق. ماشي؟ طب من هنا؟ لا يبقى لازم اقفل، يبقى ايه؟ في حاجه حجزت الايد ان هي تطلع فوق، وفي لازم تبقى الحاجه تحجز الايد ان هي تنزل لتحت اهي. يبقى التقفيله الفوقانيه والتقفيله ايه؟ التحتانيه. تمام؟ اهو كده الجيب بان اهو شكله اهو كده بالظبط. هعمل ايه تاني؟ ايه؟ اروح جاي مقفل بقى ايه الستان ده مع بعضه واروح عامل اوفر كده الجيب ايه؟ تقول لي شكرا خلص كده الجيب. بص اهو اعمل ايه؟ ادي بص بقى الجيب، حط ايدك فيه اهو. ايه اهو تمام؟ كده الجيب ده خلص. نعمل التاني بقى عشان يبقى ايه؟ وقفتكم على جيبين كاملين، جيب جنب 7، جيب جنب ايه؟ 7، لان ممكن يكون حاجه تانية، ممكن الجيب ده يبقى دوران كده اسمه حرف ال، ممكن الجيب ده يبقى انجليزي كده، تمام؟ ليه اشكال مختلفه. الجيب الانجليزي قريب من جيب الجنس، بس جيب الجنس بيبقى دائري، ماشي؟ ايه الجيب الانجليزي؟ بيبقى كده كده بالظبط، تمام؟ وادخل ايدي كده. الجيب الجنس بيبقى دائري كده، صح؟ وده الجيب السبعة. الجيب الحرف ال بيبقى ايه؟ واخد دوران كده اهو بالظبط، لكن ده ايه؟ جيب 7 كده بالظبط اهو. يبقى انا اول حاجة هعمل ايه؟ نفس اللي عملته هناك. ها كام سنتي هنا؟ هنا كانت 5 سنتي، صح؟ اروح معلم كده عشان ما يبقاش ايه جيب المسافة هنا اوسع من المسافة، لان اصلا انا لو وسعت المسافة دي ها الجنب نفسه كله هيكبر معايا، جنب نفسه هيكبر معايا اهي. واروح مقفل من هنا كده الاول، واروح جاي طالع كده مقفل ايه الكسر معايا اهي. اظبط الجيب كده، ركز معايا اهي، زي ما قلت لك الكسره تبقى نازله نايمه كده ومستريحه، وهنا اهو اهو ما يبقاش ايه، ما يبقاش كده، ما انا ممكن هيبقى كده. شايف دي عملت ازاي؟ لا لازم تبقى نازله ايه مستريحه بنفس الشكل كده، كان مسطره تروح حاططها كده لغايه ما تظبط معاك الكسر كده اهي. الزياده دي هتتقص، انا اهم حاجه يكون ده مستريح معاك. واعمل ايه تاني؟ كده اروح قافل الجيب من هنا برضه كده، الجيب اتقفل. ايه تاني؟ اروح مقفل الستان معايا كده بفضل الله عز وجل. ايه يا جماعه؟ كده بفضل الله عز وجل انا عملت لكم ايه؟ جيبين السبعة بتوع البنطلون، سواء رجالي سواء حريم. يبقى اللي بيطلب مني جيوب الرجالي اهي، اللي بيطلب مني جيب الجنب الحريمي اهو، الاثنين مش هيختلفوا الهوا عن بعض كده اهي. اللي انا اعمله كل اللي اعمله دلوقتي اعمل اوفر ايه للكلام ده، اعمل اوفر ونشوفه مع بعض ونشوفهم مع بعض. ثواني كده حضراتكم اهو، الجيب بعد ما اتعمل اوفر ماشي، الجيب نفسه اهو شايف الشكل بقى من جوه ونظفته، ايه رايك؟ ماشي. ادي بقى من بره شايف الكسر لما اتداس عليها مكوى، شايف الجيب نفسه لما اتداس عليه مكوى. ها ادي الشكل ده، بنطلون ايه؟
رجالي او حريمي، بس ده ايه بالنسبه لي ده رجالي، تمام؟ عشان هنعمل البليتة بتاعت السوستة مع بعض، اللي هي بتبقى ايه بليتة السوستة اللي هي بتبقى ايه على قماش خارجي مش منها فيها، تمام؟ منها فيها موجودة على القناة كتير، تمام؟ ادي الجيب، ادي الجيب التاني المقابل ليه، شايف الشكل وشايف النظافة، وما تفرقش الاتنين عن بعض في نظافتهم، ماشي؟ زي ما قلت لك نمشي في البنطلون ده واحدة واحدة. مشينا فيه تقريبا فيديو كامل للقص، فيديو كامل ايه للقص والشرح، ماشي؟ وادي تاني فيديو فيه اللي هو بتاع ايه بتاع الجيوب وبتاع البنس، بتاع الجيوب والبنس. الفيديو اللي جاي هنعمل ايه البليتة الخارجية بالسوستة بتاعتها، تمام؟ ارجو ان الفيديوهات دي فيديوهات تعليمية بحتة، لا يمكن تلاقيها عند اي حد بالشرح دوت الممل ده، ماشي؟ ان انت ايه بخرجك من هنا ان انت ايه تروح قاعد على المكنة وعامل الكلام ده، بخرجك اديك الطاقة اللي من خلالها تروح جايب حتة قماش وتبدأ تجرب تعمل الجيب بالشكل ده وتجهزه بالشكل ده. ما تنسناش من صالح الدعاء، الدعاء بظهر الغيب والاعجاب بالفيديو شرط اساسي مطلوب من حضراتكم. دايما في اخر الفيديو بقول لك شرط اساسي ان ايه الاعجاب بالفيديو، لان انا بكون بظن من نفسي ان انا عملت اللي عليا، فبطلب منك الامر ده. ما ننساش ان النهارده الخميس ليله الجمعه، والجمعه غدا كمان ما ننساش ان هو 14 من المحرم، شهر الله المحرم، الثلاث ايام القمريه اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بصومهم. هيبقى عندك النهارده الخميس او انتهى، يبقى عندك الجمعه وعندك السبت. ما ننساش الجمعه بالسنن بتاعتها، التبكير، لبس الثياب الابيض للرجال، الاغتسال، ماشي، والتبكير للمسجد قبل طلوع الامام. ما ننساش قراءه سوره الكهف سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله بها عليه 10 إلى 100 ضعف، ماشي. ما ننساش تحري ساعة الإجابة، إن يوم الجمعة في ساعة إجابة، ماشي، في ساعة إجابة لا يدركها عبد المؤمن إلا وغفر الله عز وجل ما تقدم له من ذنبه، ودعا الله عز وجل بدعاء الا واستجاب الله له، ماشي. والعلماء نصحوا ان تحري ساعه الجمعه، ساعه الاجابه دي امتى؟ بعد صلاه العصر الى صلاه المغرب، وهي في الغالب بتكون الساعه الاخيره قبل انقضاء يوم الجمعه، يعني قبل دخول وقت ايه المغرب. الدلع الخير كفاعله، ده الاصل الاصيل اللي بنينا عليه قناتنا وقناتكم، الاشتراك في القناه، الاشتراك في الصفحات، الدلع على الخير كفاعله. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.